أهلا بكم في الخط الأخضر. بعد أسبوع من التوعد جاء رد حزب الله على الهجمات الإسرائيلية عبر استهداف مركبة وموقع عسكريين إسرائيليين. الرد كما الهجوم الإسرائيلي جاء في ظروف خاصة في خضم المعركة الانتخابية الإسرائيلية التي هي مصيرية لشخص بنيامين نتنياهو. فأي صدى لرد حزب الله على الساحة الانتخابية الإسرائيلية؟ وهل الأوضاع مرشحة للتصعيد؟ وما هي آخر تطورات المشهد الانتخابي؟ عملية أفيفيم حجر في مياه الانتخابات الراكدة موضوع حلقتنا اليوم، ونقدم قراءة للواقع السياسي والانتخابي. لنقاش هذه المواضيع وما تحيل إليه أرحب بضيفاي هنا في الاستوديو مدير مركز مدى الكرم للدراسات الاجتماعية والتطبيقية دكتور مهند مصطفى، والصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي في صحيفة العرب الجديد نضال وتد. أهلا بكما. وقبل أن نبدأ نقاشنا نشاهد التقرير الآتي الذي يستعرض التعاطي الإسرائيلي مع عملية أفيفيم. رغم أن الجدل في إسرائيل بخصوص توقيت الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان والعراق وبدوافعها الانتخابية والعسكرية، إلا أن الأكيد أن نتائج هذه الهجمات تحمل رسائل موجهة للداخل الإسرائيلي على بعد أسبوعين من الانتخابات المصيرية. وعندما نقول مصيرية فهي مصيرية أساسا لشخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي لم تمكنه استطلاعات الرأي حتى الآن من تشكيل الحكومة المقبلة، وتنتظره لو اتهام في ملفات فساد يرجح أن تكون نهاية العام الجاري. نتنياهو حاول من خلال هذه الهجمات أن ينقل النقاش الانتخابي الإسرائيلي من قضية الدين والدولة والاستفتاء على شخصه إلى قضية الأمن القومي الإسرائيلي وإلى قدرته الشخصية على التصدي لإيران في 5 جبهات كما يقول. وسيسعى نتنياهو خلال الأيام المقبلة إلى التوقيع على معاهدة أمنية قد ترقى إلى معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لعقد اجتماع أمني ثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل في القدس، استمرارا لاجتماع آخر عقد في حزيران يونيو الماضي. هذا سياسيا، أما انتخابيا فلم تسفر عملية حزب الله وكذا التطورات الأمنية الأخيرة عن تغيير كبير في استطلاعات الرأي لصالح الليكود في حسابات المعسكرات، إنما نقلت إليه فقط مقعدا أو اثنين على حساب حلفائه الأصغر. أهلا بكما مجددا دكتور مهند. هل من تأثير للعملية العسكرية الأخيرة على مجريات الانتخابات الإسرائيلية وعلى المعركة الانتخابية الإسرائيلية؟ لا، كعملية منفردة ليس لها تأثير، ولكن إذا أدخلناها من سلسلة العمليات المتواصلة تقوم بها إسرائيل في سوريا والآن مؤخرا في العراق ضد التواجد الإيراني أو التموضع الإيراني على الحدود الإسرائيلية، يمكن إدخالها أنها تؤثر، ولكن هي كعملية منفصلة لا تؤثر، كانت عملية قصيرة. وكل هذا التصعيد هو كان يعني تصعيد سريع جدا الذي لم يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية. الانتخابات الإسرائيلية الإيقاع فيها هو إيقاع سريع جدا، ولكن نتنياهو أكيد سوف يستغل هذه العملية في موضع نفسه أنه الحامي والذي يبلور المنظومة الأمنية لإسرائيل والحامي الاستراتيجي لإسرائيل، بالذات في سؤال صراع إسرائيل مع التواجد الإيراني والتموضع الإيراني في سوريا وفي العراق. وهذا يشكل بالنسبة لنتنياهو يعني في سلم أولوياته على المستوى الاستراتيجي والأمني. هذه العملية سيدخلها نتنياهو ضمن كل هذه البنية وكل هذه المنظومة الأمنية التي يعني يدعي أنه هو الذي بلورها، يعني هو الذي بلور كل الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة إيران. رجل الأمن الأول. رجل الأمن الأول. وهذه عملية تدخل في ضمن السياق الأكبر في مواجهة إيران. ونتنياهو بلا شك أنه يعني كان مثابرا جدا في السنوات الأخيرة، يعني كانت عنده مثابرة وإصرار على ضرب إيران وعلى ضرب كل التواجد الإيراني في سوريا والآن في العراق، وأيضا في ضرب أي إمكانية تسليح حزب الله بصواريخ دقيقة. كان عندهم مثابرة في السنوات الأخيرة. هذه المثابرة في السنوات الأخيرة هي التي يعني سوف تنعكس إيجابيا على مكناته الانتخابية. نعم. طيب رغم ذلك نضال، يعني إسرائيل بالعادة لا تعترف أو لا تتحمل مسؤولية ضرباتها، ولكن هذه المرة اعترفت بضرباتها العسكرية. كيف تقرأ هذه الضربة؟ هي اعترفت بشق أول منها. في البداية أصرت على الاعتراف على الضربة التي جرت في عقربة،
مع ذلك ما يتعلق بالضاحية في البداية في الأيام الأولى حاولت أن تلتزم نفس الخط الضبابي بأن ضرب موقع في الضاحية، لا نعترف بذلك ولا ننفي ذلك. هذا مهم جدا، كان الهدف من عقرها هي رسالة لإيران وأيضا لحزب الله باعتقادي، وقضية الضاحية هي رسالة لحزب الله. أتبعها أيضا إعلان نتنياهو باستمرار الخط الداعي الآن لإسرائيل أننا لن نقبل ليس فقط بوجود إيران في سوريا، وأيضا لن نقبل أن يحصل حزب الله على سلاح كاسر للتوازن. واستخدام الطائرات المسيرة في لبنان هو أيضا خارج على مألوف التعامل الإسرائيلي مع لبنان. حتى الآن عندما كانت إسرائيل تقصف وتنفذ اعتداءات في سوريا أو في العراق أو في لبنان لم تكن تستخدم الطائرات المسيرة الصغيرة، كانت يعني تقصف عبر سلاح الجو بالطائرات الكبيرة يعني هناك تغيير في استراتيجية نتنياهو أو استراتيجية إسرائيلية. الأول هو اليوم باعتبار حزب الله توقفت إسرائيل تتعامل مع حزب الله في التعامل مع حزب الله عن اعتبار حزب الله حركة مقاومة محلية. الآن حزب الله في الاستراتيجية الإسرائيلية هو جزء من منظومة كاملة اسمها إيران. لم يعد التعامل مع حزب الله كما كان في السابق منظمة جريلا أو منظمة مقاومة مرتبطة أو لها دعم خارجي ولها هناك من يؤثر عليها، هي الآن في نظر إسرائيل تابعة بالمطلق لإيران، بدليل أن إيران مستعدة أن تقدم لهذه المنظمة أسلحة متطورة للغاية وأن تجازف بإرسال المعدات التي تمكن حزب الله حسب الدعاية الإسرائيلية من تحسين وترشيد دقة الإصابة في الصواريخ في الترسانة الصاروخية لحزب الله. لذلك كانت الرسالة واضحة أننا إذا مثلما نهاجم في سوريا سنهاجم في لبنان إذا لزم الأمر. وقد سبق ذلك طبعا خطاب نتنياهو في سبتمبر في العام الماضي في الجمعية العمومية عندما أعلن لأول مرة أن إسرائيل اكتشفت وجود 3 مواقع في لبنان يستغلها حزب الله وإيران لإقامة صانع. طيب بما أننا نتحدث عن الأمن، مصادر إسرائيلية تحدثت عن قمة ثلاثية جديدة تجمع بين الولايات المتحدة أمريكا وروسيا، بتقديرك ما أهمية هذه القمة خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية؟ لا شك أنه انتخابيا لها تأثير إيجابي كبير على نتنياهو، هذا الأمر سيعطيه أكثر تأييدا في داخل الشارع الإسرائيلي لا شك. ونتنياهو منذ شهر يبحث عن قمة مثل هذه القمة، حاول مع رئيس وزراء الهند وفشل، حاول أن نعقد قمة في اليابان وفشل، هو يلهث وراء قمة دولية تعزز من مكانته في الشارع الإسرائيلي. ولاحظ أن نتنياهو يعني في آخر دورتين انتخابيات يركز كثيرا على موضوع العلاقات الدولية لإسرائيل خلال تواجده كرئيس حكومة، هو يريد أن من خلال هذه الدعاية ومن خلال هذا الخطاب أن يفصل نفسه، أن يضع نفسه في مرتبة أعلى من الناحية السياسية والدولية والاستراتيجية عن باقي المرشحين، يعني يريد أن يتعالى عنهم من خلال عقد مثل هذه القمم. وطبعا كان هذا شبيه بما حدث أيضا في انتخابات نيسان يعني هذا العام عندما كان له لقاء مع ترامب وكان له لقاء مع بوتين أيضا قبل الانتخابات، وهو يحاول يعني أن يستنسخ هذه القمة أيضا قبل هذه الانتخابات. ولكن لا شك أنه طبعا سواء كان بوتين أو ترامب أو أي مندوبين أمريكي أو روسي عندما يأتون هذه القمة هم أيضا لهم مصالح استراتيجية أخرى، وفاعتقادي أنه هنالك أصبح في شبه توافق، إذا نتحدث عن الآن بمعزل عن الانتخابات، إذا هناك في شبه توافق إسرائيلي روسي أمريكي حول الوضع النهائي أو مستقبل سوريا. وإسرائيل الآن هي جزء مهم في تحديد مستقبل سوريا وتحديد مستقبل الواقع السوري، وهذا أحد إنجازات نتنياهو. يعني أحد إنجازات نتنياهو في الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع الملف السوري أنها أصبحت لاعب مهم سواء عند الروس أو عند الأمريكان في تحديد الواقع السياسي لسوريا، وهذا يلعب كله. نعم، وهذا يلعب دور إيجابي جدا في موضع نتنياهو، كمان مرة موضعته كشخص يختلف متعالي ومتفوق عن كل المرشحين الذين أمامه في الساحة الإسرائيلية. نتنياهو كل الوقت يحاول يعني أن يكون الإسرائيلي أنكم بدوني سوف تخسرون كثيرا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى الاستراتيجي، وعلى المستوى الدولي، وعلى مستوى علاقات إسرائيل مع باقي دول العالم وبالذات مع والاستيطاني مع الدول العظمى. الآن نتنياهو طبعا لأن الانتخابات الحالية هي حول مستقبل نتنياهو، ونتنياهو يعني يؤطر هذه الانتخابات أنها انتخابات حول مستقبله السياسي. سنعود على ماذا تدور عن موضوع على ماذا تدور هذه الانتخابات، ولكن رغم ذلك سببت الضربات توتر في العلاقة مع الإدارة الأمريكية، كيف ترى أو كيف تقرأ هذا التوتر؟
التوتر كان أكثر على خلفية الضربات في العراق وليس في لبنان. في المقابل الضربة في لبنان حظيت إسرائيل بشكل تلقائي بدعم من مايك بومبيو والإدارة الأمريكية ومايك سبينس، كلهم دعموا ما أسموه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. في مقابل أمريكا رحبت الإمارات والبحرين بضربات إسرائيل على حزب الله. هل تعود أو هل يعود موضوع التطبيع إلى الساحة الانتخابية لنتنياهو؟ نعم طبعا، نتنياهو في خطابه الانتخابي يركز أيضا على إنجازاته في تطبيعه مع دول عربية. هذا كان في الانتخابات السابقة، وهذا أيضا ارتبط بمسألة مايا مع موضوع الضبابية الإسرائيلية. الضبابية الإسرائيلية لم يعني تفك أيضا فقط على موضوع العمليات العسكرية، هنالك في يعني إزاحة للضبابية الإسرائيلية على علاقات إسرائيل مع دول عربية. يعني الآن نتنياهو تحدث بشكل أكثر علني مما كان في السابق عن هذه العلاقات. نتنياهو كان يتميز في السنوات السابقة أنه كان يحاول أن يغطي على هذه العلاقات، وكان دائما يعني يوبخ وزرائه على كشفهم لعلاقات أو لتطبيع مع دول عربية بالذات على مستوى العلاقات الأمنية. نتنياهو في السنة الأخيرة أزال هذه الضبابية، وهو يتحدث بشكل واضح عن وجود علاقات أمنية واستراتيجية مع العالم العربي. هذا يخدمه في الساحة الإسرائيلية. بأي مفهوم يخدمه في الساحة الإسرائيلية؟ يخدمه في تبني موقف اليمين، بمعنى أن اليمين بهذه الحالة يخاطب الجمهور الإسرائيلي، ماذا يقول لهم؟ نحن لم نحل الموضوع الفلسطيني، ما زلنا نقوم بالاستيطان ولن نقوم بإقامة دولة فلسطينية، في المقابل نحن نقوم بعمليات تطبيع مع العالم العربي. إذا فيش حاجة لأي بديل آخر عن اليمين. يعني اليمين يستطيع أن يضمن لكم شغلتين، أن نستمر في الاستيطان والسيطرة على الفلسطينيين، وفي نفس الوقت هذا الأمر لن يؤثر على أي عملية التطبيع مع العالم العربي. أكثر من ذلك، العالم العربي يدعمنا في ضرباتنا في سوريا وفي لبنان وفي العراق. وهذا طبعا يخدم أيديولوجية اليمين بشكل كامل، بمعنى أن الآن التطبيع مع العالم العربي، تطبيع إسرائيل مع العالم العربي، هو في الحقيقة في جوهره هو تطبيع العالم العربي مع نتنياهو. بمعنى ان العالم العربي يعني تغير نتنياهو صفيته؟ لا 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 طبعا، لا طبعا، ولكن لا طبعا، لانه التطبيع هو اكثر يعني له طابع استراتيجي يتخطى نتنياهو. ولكن نتنياهو لا شك كان يعني لعب دور كبير جدا في موضعه ايران كاولويه اولى في المواجهه، وهذا انسجم ايضا مع دول عربيه ترى ايران يعني في نفس الصوره. الفرق انه يعني باي معنى انه هذه الدول ازاحت الموضوع الفلسطيني، يعني الموضوع الفلسطيني اصبح بالنسبه لها مثل عند نتنياهو موضوع هامشي، والموضوع ليس بس الأولوية، وهذا يخدم بشكل كبير جدا نتنياهو على المستوى الانتخابي وعلى المستوى السياسي. نعم، بما اننا نتحدث على المستوى الانتخابي، دعونا نشاهد هذه الفقره التي رصدت فيها نتائج استطلاعات الراي الاخيره. لا جديدة في استطلاعات الرأي الإسرائيلية، تارة يتصدر كحول لافان وتارة أخرى يتصدر ليكود، والفارق لا يتجاوز مقعدا أو مقعدين. ويبدو من استطلاعات الرأي حتى الآن توزيع الأصوات بين المعسكرات الانتخابية ثابتا، أما المتحول فتوزيع المقاعد داخل هذه المعسكرات. وفيما يلي ملخص استطلاعات الرأي للشهر الأخير. كحول لافان الذي يترأسه الجنرال بيني غانتس 32 مقعدا، أما الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو فأعطته استطلاعات الرأي 31 مقعدا. إسرائيل بيتينو الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان ويمثل الطيار اليميني العلماني المتشدد ف11 مقعدا. القائمة المشتركة التي تضم الأحزاب العربية فحصلت على 10 مقاعد. أما تحالف يمينة أي إلى اليمين الذي يضم أحزاب طيار الصهيونية الدينية المتطرفة فحاز 10 مقاعد. المعسكر الديمقراطي الذي يضم حزب ميرتس ومنشقين عن حزب العمل فحاز على 7 مقاعد، كما حزب يهدوت هتراء الحريدي. أما تحالف العمل جيشر فما زال غير قادر على تجاوز عتبة 6 مقاعد، كما حزب شاس الحريدي. أما المعسكرات فجاءت على النحو الآتي. معسكر نتنياهو الحالي 54 مقعدا. المعسكر المقابل لنتنياهو 45 مقعدا. إسرائيل بيتينو كما ذكرنا 11 مقعدا، والمشتركة 10 مقاعد.
ما يعني أن لا نتنياهو ولا غانتس قادرين على تشكيل حكومة في ظل الجمود السياسي الراهن. نضال، على ماذا تشير نتائج استطلاعات الرأي هذه؟ الاستطلاعات عمليا إذا ابتعدنا عن الرواية الإسرائيلية أو ما يدور بالإعلام الإسرائيلي، دعني بكل وضوح أن هناك يعني على الأقل 90 عضو كنيسة هم في اليمين، وأن الخلاف هو بين معسكر يميني بقيادة نتنياهو ومعسكر يميني مناهض يعتمد على أصوات من المعسكر الديمقراطي في حال وصل مع المعسكر الديمقراطي الذي هو حزب العمل الذي هو ميرتس وإيهود باراك وأيضا حزب العمل مع بعض يصلون إلى 55 إذا زدنا لهم إذا أضفنا القائمة العربية 10 مقاعد. هذا يعني أن الوضع في إسرائيل بأي تشكيلة ستكون حكومة يمين. السؤال هل ستكون حكومة يمين بقيادة نتنياهو مع ليبرمان والأحزاب الحريدية، أم ستكون حكومة يمين بقيادة غانتس وليبرمان ونفتالي بنت، خاصة وأن غانتس أعلن في اليومين الأخيرين أنه يريد حكومة قومية يمينية، بمعنى لا يريد أي ائتلاف حكومي مع اليسار. هذا يستثني حزب ميرس ويستثني الأعضاء العرب أو القائمة العربية. يعني إما أن يذهب غانتس ونتنياهو إلى حكومة مشتركة، حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو وغانتس وليبرمان، وإما أن يتمكن نتنياهو في نهاية المطاف من إقناع ليبرمان بتعديلات في شروطه فيما يتعلق بقضايا الدين والدولة والبقاء في حكومة يقودها نتنياهو مرة أخرى، لأن شروط غانتس ستكون مرتبطة أيضا بموضوع الحصانة لنتنياهو. هذا هو عمليا أهم بند. كيف ستكون مرتبطة؟ لأن نتنياهو يريد شرطا واحدا من كل من يريد أن يدخل في ائتلافه، أن يلتزم بأن يصوت إلى جانب حصان تعديل قانون الحصانة البرلمانية، بما يتيح لنتنياهو ما دام رئيسا للحكومة ألا يقدم لمحاكمة. الآن السؤال سيكون هل سيقبل بيني غانتس في نهاية المطاف بالعدول عن موقفه السابق ويعدل ويصوت مع قانون يمنح الحصانة البرلمانية لنتنياهو أم لا؟ قبل أسابيع كانت هناك مشكلة لنتنياهو في هذا الباب مع حزب يمينة. الآن نفتالي بنت وإيلت شاكيد يقولان إنهما إذا لزم الأمر سيصوتان مع الحصانة البرلمانية لنتنياهو. ليبرمان لا توجد لديه مشكلة في هذا الموضوع. مشكلة ليبرمان هي مشكلة مسائل الدين والدولة، وقادر على التوصل إلى تسوية في هذا المجال مع الحرديم. كل الإشكالية التي يرددها الإعلام الإسرائيلي وكأن معسكر نتنياهو لا يصل إلى حكومة، هذا غير دقيق، لأن نتنياهو يملك 57 مقعدا وليبرمان عنده 10 مقاعد، هذا يعني 67 مقعدا. السؤال هل سيتم الاتفاق على تسوية معينة أم لا؟ وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق مع ليبرمان، هناك حديث بأن ينشق حزب كحول لافان وأن ينسحب غانتس ومجموعته أو أن ينسحب نتنياهو. لا ينسحب، أن يخرج نتنياهو من الساحة الانتخابية. لا يوجد أي سبب يدعو نتنياهو يخرج من الساحة الانتخابية، خاصة وأننا سمعنا في اليومين الماضيين أشد خصومه جدعون سعر يقول لا حق لأحد بأن يفرض على الليكود من يكون زعيمه ومن يرشح لتشكيل الحكومة. بما أننا نتحدث عن نتنياهو، ما رأيك، ما هي نقاط قوة نتنياهو وما هي نقاط ضعفه أيضا؟ نقاط قوة نتنياهو طبعا هي نقاط اللي بناها على مدار سنوات طويلة. أولا أنه القائد الأوحد للليكود، وهذه يعني نعمة الليكود ونقمة الليكود. نعمة الليكود أن نتنياهو استطاع أن يحافظ على حكم اليمين في آخر 10 سنوات بفضل شخصيته وبفضل كاريزماتيته وقيادته وقدرته الإعلامية وقدرته السياسية، وأيضا طبعا هذا كله حدث في ظل سياق إقليمي وفلسطيني ودولي مكن نتنياهو من إخراج هذه القدرات. ولكن هي أيضا نتنياهو شخصيته أيضا نقمة لليمين أو للليكود، لأنه هو فرض شخصيته على كل الليكود، رغم أنه الليكود فيه شخصيات قد تكون قيادية مثل نتنياهو أو أقل، ولكن فيه شخصيات قيادية، ولكن فرض على الليكود حضوره، وهذا منع أي عملية حراك سياسي في داخل الليكود. أيضا قوة نتنياهو أنه أنقذ الليكود في آخر دورتين انتخابات، يعني نتنياهو قاد الحملة الانتخابية في آخر دورتين وهو الذي بالنهاية جلب الحكم إلى الليكود، سواء في عام 2013 أو سواء في عام 2015. يعني في كل مرة كان يستعمل خطاب انتخابي وخطاب سياسي يؤدي إلى صعود الليكود للحكم، وكل أعضاء الليكود يفهمون ذلك، يفهمون أنه بدون نتنياهو لن يستطيعوا أو سيستصعبون الوصول إلى الحكم. نتنياهو حتى مع قضايا الفساد طبعا للأسف هناك في تغطية نتنياهو حول قضايا الفساد، بالإضافة أنه نتنياهو في كل مراحله هو طبعا أنقذ الليكود أصلا من حالة الانهيار اللي كانت بعد نشوء كديمة عندما انشق الشارون.
وأنقذ الليكود ومنذ ذلك الوقت هو في الحكم. ولذلك نتنياهو يعني هذه قوته أنه تجذى في الحزب، أصبح تقريبا قائد سلطوي في داخل الحزب، لا يستطيع أحد أن يعارضه في داخل حزب الليكود، وهذه مصدر قوته، وهو يستطيع الانتقام من اي شخص يعارضه في داخل الحزب. يقال انه ابعد كل اي منافس، كل معسكر اليمين، ما حدا يعني الليكود. يعني ما حدا يستطيع، يعني اما انهم يخضعون له في داخل الحزب او ينشقون عن الحزب. يعني هذه الخيارات امام اي شخص يريد ان يكون باي حراك سياسي في داخل الحزب. والمفارقه ان من ساعده على ذلك تاريخيا هم كانوا كل الان خصومه، ليبرمان، نفتالي بنت، يعني كل خصومه اللي كان هم الذين ساعدوه على تجذير نفسه في داخل الحزب. لهسه نتنياهو هذه قوته، وانا اعتقد ان على المستوى الشخصي نتنياهو قدم نموذج الان لزعيم سياسي اسرائيلي انه متمسك بالسلطه بكل ثمن ولن يتنازل عنها. يعني حتى اليوم رئيس الدولة يقول أنه تفاجأ أن نتنياهو لم يعيد له تكليف تشكيل حكومة، معنى نتنياهو ذهب لوحده إلى عملية حل الكنيسة ويعني الإعلان عن الانتخابات. هو متمسك بالقوة. طبعا هناك في أيضا يعني ترسبات نفسية عند نتنياهو لماذا هو كذلك، ولكن هو متمسك بالقوة، لن يتنازل عن الحكم بسهولة، حتى مع تقديم لوائح اتهام ضده لن يتنازل عن الحكم بسهولة، سيكون متمسكا فيه بحذف يعني بأسناني. وأنا في اعتقادي إذا نظرنا إلى نتائج الاستطلاع، دور نتنياهو السياسي لم يتم إسدال السيطرة عنه، ما زال عنده إمكانية تشكيل حكومة يمين. يعني أنت تقترح سيناريوهات أخرى؟ لا، أنا في اعتقادي أنه طبعا بهذه الاستطلاعات كل مقعد، كل حراك مقاعد ويؤثر بالنتيجة النهائية، ولكن نتنياهو بالنهاية له ما زالت عنده الإمكانية أن يشكل حكومة يمين بخيارات مختلفة. يعني قد يبعد حزب ديني ويدخل ليبرمان، يعني قد يخرج حزب ديني ويدخل ليبرمان على 61 صوت، ولكن ايضا هناك خيار اللي قال انه الاستاذ نضال انه قد يدخل ليبرمان مع الاحزاب الحرديه، لان ليبرمان الان يدخل ائتلاف حكومه ليس كما كان في سنه 2019 مع 4 مقاعد، ويدخل الانتخابات مع 10 مقاعد، ويمكن ان يفرض نفسه ويفرض شروطه على الحكومه، ويمكن ان يخدع الاحزاب الدينيه، لانه كمان الاحزاب الدينيه هي ايضا امام خيار صعب. يعني هي ليست ايضا، هي ايضا على المحك، اما ان تذهب الى كمان انتخابات ثالثه وهذا غير ممكن، هذا غير ممكن طبعا، أو أنه جانس يشكل حكومة، وهي بالنسبة لها جانس يشكل حكومة، بالنسبة لها نتنياهو أفضل من جانس. نعم، أنه يشكل حكومة. لأسف أيضا هي سوف يعني تكون بالتنازل من أجل إدخال ليبرمان إلى الحكومة. طيب إذن على ماذا تجري هذه الانتخابات؟ هل فقط بين يمين ويمين متطرف ويمين متشدد، أم هناك أمور أخرى أمنية ربما؟ الانتخابات بالأساس تجري اليوم لأن نتنياهو قرر أن تعاد الانتخابات، هذا هو السبب الرئيسي والمباشر. نتنياهو في 19 ديسمبر كما نذكر هو الذي بادر إلى حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة في 9 نيسان على أمل أن يفر من الملفات القضائية والقانونية، لأنه بحسابات الجدول الزمني في ذلك الوقت كان يعني ذلك إمكانية تقديم لوائح اتهام له قبل أن يتمكن من تعديل قانون الحصانة البرلمانية الذي يطالب به. والانتخابات تم القرار بإعادتها ب 29/5 في الساعة 12 ليلا، مع أنه كان هناك في مجال كما ذكرت وسائل الإعلام الصحفي من التواصل إلى التسوية بين الحريدين وبين ليبرمان، إلا أن نتنياهو أصر على ذلك لأنه أراد أن يعيد الانتخابات لغاية في نفسه هي مسألة إبعاد لوائح الاتهام وإبعاد جلسات الاستماع، لأنه لم يكن ممكنا إذا لم تجري انتخابات جديدة، كان يعني ذلك يعني أنه أن نكون نحن في شهر حزيران وتموز في أوج جلسات الاستماع لنتنياهو، ثم يأتي بعد ذلك طبعا في شهر سبتمبر أكتوبر مسألة القرار النهائي في لوائح الاتهام. فإذا جرت انتخابات جديدة هذا يعني أيضا فرصة جديدة، ويعني أشهر جديدة تسويف لمسألة جلسات الاستماع ولقرار المستشار القضائي للحكومة. لا يوجد لهذه الانتخابات سبب أمني ولا سبب سياسي، لأن الائتلاف السابق وما سيكون ربما مع تعديل بسيط، نحن لا نتحدث عن حكومة قادمة يسارية ستعود إلى أوسلو، هذا غير موجود يمين أو يمين ولم نسمع عن حزب في إسرائيل، يعني باستثناء اليوم ميرتس وحزب العمل، لم نسمع من الأحزاب الكبيرة المشاركة أي برنامج يقول بحل الدولتين. حتى جانتس يقول في المرحلة الحالية طالما لا يوجد هناك
مفاوضات، فإن هدفنا هو تعزيز الاستيطان في غور الأردن. أي لا يوجد إفق سياسي وحل القضية الفلسطينية. الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي في صحيفة العربي الجديد نضال وتاد، ومدير مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية والتطبيقية دكتور مهند مصطفى، شكرا لكم. شكرا لك. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة أخرى وزاوية أخرى من الخط الأخضر.